سعد يا حب بعد اقول لك لا ولا عمري هغلط يوم واقول لك اه لا انا قد دمعة عين في ليلة فرقة ولا قد رمشك والمخبي وراه ايه بعد يا حب بعد بقول لك لا ولا عمري هغلط يوم واقول لك اه لا انا قد دمعة عين في ليلة فرقة ولا قد رمشك والمخبي وراه بلاش رقص بقى خلاص اقعدي وفري مجهودك للي جاي مالكش دعوة انت هشد حالك هشد حيلي وهتشوفي دلوقتي حالك مالك يا راجل راجل مش عارفه انك راجل الصوت لسه في دماغي ولا ايه ظن بقى يا اخويا اتجوز حنوتي ماله الحنوتي يا روح امي ميت وجنازته بارده بكره تسخن شفتوا اللي جرى شفتوا اللي حصل شفتوا اللي جرى شفتوا اللي كان بيقول زمان ان يقدر يشغل قلبي طلع ما بيعرفش بيقول وما يعملش وماله خش في الاكسترا تايم انت هتقضيها يا حبيبي دفاع دفاع مفيش هجوم مره انا بحب اخد وقت في التسخين عشان اهدف صح يا بوشبوش لغايه دلوقتي ما شفتش منك كوره في العرض هتشوفي هتشوفي دلوقتي وههز الشبكه دلوقتي حالا ايه يا ابو الكباتن فيه ايه الحكم صفر يا نهار ابيض تضرب في القائمه فت شفتوا مش بقول لكم تعبت مش قادره تستحمل انا حاسه يا اخويا اني متجوزه اختي انت ايه اللي طلعك هنا انزلي تحت يلا بسرعه اللي ما عندناش رجاله يعلوا صوتهم على نسوانهم انزلي تحت يلا ذكر يا اخويا ذكر ماشي سايبها لك يا ابو الرجاله اشبع بيهم ان عامل دنا ابو نام على الرجاله طب اعمل ايه تعمل ايه في ايه؟ ده انت متجوز واحدة عايزة لحام اكسجين يا عم شعبان انت علاجك عندي كتر من اكل الموز المشوي والمانجا المحمرة فادي انت بصة او حتى مصيرارارا بقولك ايه؟ ما تيجي تقعدي هنا جنبي بتتلمي يا راجل ده احنا لسه في عز النهار ما يمكن مشكلتي بالليل تعالي بس مش هتندمي ليه؟ اعملي معروف ليه؟ بصي اديني شرف المحاولة عشان خاطري انا بقول نفتح التلفزيون نمهد الاول عشان ما نستعجلش الاستعجال وحش في الحاجات دي اصبري استراحة راحة يا عيني وانت ما بتعرف استراحة في فرق في السرعات سيدة الرئيس 64 حصان هم شايفيننا ولا ايه؟ ايه يا راجل دي الطبيعة اللي غضبان عليك طبيعة اللي غضبان يا بالصدفة بس مشاكلك النفسية مشاكلك العاطفية مشاكلك الجنسية اتصل بزيرو 900 فرجت فرجت يا انشراح زيرو 900 هي الحل انا مش عارف راحت عن بالي ازاي زيرو 900 دي
اصبري اصبري لما نشوف العلاج الاول. اصبري. الو دكتور احمد السبكي معاك، مين معايا؟ معاك شعبان، شعبان التعبان. خير يا شعبان، مشكلتك ايه؟ يا دكتور انا متجوز ومش عارف. مش عارف خالص ولا نص نص؟ اعتبرني ميت يا دكتور. يا ساتر يا ساتر. بسمع سويت بالليل يعني وانا نايم. انت حنوتي ولا ايه؟ ايوه حنوت يا دكتور، عشان خاطر يا دكتور شوف لي حل. مراتك حلوه؟ حلوه دي فرس. طب رقمها كام؟ قصدي وانت حل. انا اعتبرني كده حد زي شبه سليمان عيد كده مثلا. اول مرحله في العلاج لازم تبعد عن شغلانه الحنوتي دي شويه. وهخف يا دكتور؟ بس ابعت لي المدام ابص عليها. ربنا يخليك يا دكتور، متشكرين قوي. نادر عليا لو خفيت، غسلتك وتكفينك ودفنتك كل ده على حسابي.